كان في دكتور ياباني اسمه أوينو. الدكتور هذا كان أستاذ جامعي يعطي محاضرات بالجامعة. وفي سنة 1923 لقى كلب صغير أكرمكم الله، فأخذه معاه للبيت، دخل عنده بالبيت واعتنى فيه ونظفه ووكله. فانشأت بين الدكتور والكلب صداقة حميمة. الكلب صار يحب الدكتور حيل، والدكتور بطبيعة عمله كل صبح يروح الجامعة، فكان إذا طلع الصبح ياخذ الكلب معاه إلى محطة القطار، محطة قطار تشيبويا. يجي الكلب يقعد قدام المحطة والدكتور يركب القطار ويروح الجامعة. يخلص دوامه المغرب، يرجع المغرب للمحطة ويلقى الكلب بنفس المكان ياخذه ويروحون للبيت. وكل يوم على هالحالة، كل صبح الدكتور طالع هو كلبه، وإذا رجع المغرب ياخذه معه. ومشت الأيام على هالحالة، ومشت الشهور، إلى أن جاء يوم من أيام سنة 1925، يعني بعد الوضع هذا بسنتين، طلع الدكتور الصبح كالمعتاد وراح لمحطة قطار تشيبويا. الكلب قاعد قدام المحطة والدكتور راح بالقطار. الكلب منتظر الدكتور يرجع، لكن للأسف في هذاك اليوم ما رجع الدكتور. الدكتور بالجامعة أصيب بجلطة دماغية وتوفى في نفس اللحظة، توفى بالجامعة. وصلت حزة وصول القطار المغرب، وصل القطار والكلب منتظر صاحبه، ما يدري إنه ما راح يرجع. انزلوا الركاب من القطار والكلب قاعد يبحث عن صاحبه، لكن للأسف صاحبه ما كان من بينهم، إلى أن فضت المحطة من الناس. رجع الكلب إلى البيت. ثاني يوم الصبح طلع الكلب من البيت وراح إلى محطة القطار في حزة مغادرة القطار، وقعد قدام المحطة إلى وقت وصول القطار المغرب. وكذلك نفس أمس ما لقى صاحبه من بينهم. وثالث يوم تكررت العملية، وكان يبحث بين الركاب، يتلفت يمين ويسار يبحث عن صاحبه، ولكن صاحبه ما كان بينهم. فقرر الكلب أنه يبقى في محطة القطار، ما يبي يرجع البيت، يبحث عن صاحبه. قعد في محطة القطار واستمر على هالحال يمكن تقريبا 4 أيام، إلى أن جو أهل الدكتور المتوفي وخذوا الكلب للبيت. لكن الكلب رفض أنه يدخل البيت، رفض، وكأنه يقول أنا ما أدخل البيت في غياب صديقي. ورجع لمحطة القطار واستغر في هالمكان، والناس بدأت تتناقل أخباره. كلب ينتظر عند محطة القطار، شو موضوعه؟ يتلفت بوجيه البشر وكأنه يبحث عن شيء. فسألوا عنه وعرفوا سالفته، فبدت الناس تتعاطف معاه، والبعض منهم بدأ يبكي على حاله، وقاموا يقدمون للأكل. لكن سبحان الله حتى الحيوانات تحس بالهم. كان يعني يأكل من أجل استمرار الحياة، ما يأكل من أجل الشبع، وكأنه بس كذي يبل ريجة. وبدأ يهزل الكلب وبدأ يضعف وتتغير ملامحه. ومشت الأيام على هالحالة وهو في محطة القطار، ومشت السنين إلى أن صار سنة 1933، يعني بعد وفاة صاحبه ب8 سنوات، وهو منتظره في محطة القطار. قرر أحد الصحفيين أنه يكتب قصته بالجريدة، وفعلا كتب قصته بالجريدة، وانتشر الخبر في جميع أرجاء اليابان. فقرى الخبر نحات ياباني، وقرر النحات أنه ينحت مجسم لهذا الكلب الوفي. وقررت الحكومة اليابانية أنها تأخذ المجسم وتحطه أمام محطة قطار تشيبويا، وسووا احتفال في تدشين هذا المجسم بحضور محافظ المدينة وبحضور الكلب هاتشيكو نفسه، لأنه أساسا كان مستقر في هالمنطقة، كان يأكل ويشرب ويقعد وينام أمام محطة القطار بانتظار صديقه الدكتور. وبعد سنتين يعني في سنة 1935 وجد هاتشيكو ميت جنب التمثال هذا. انتظر صاحبه من سنة 1925 إلى سنة 1935، 10 سنوات وهو ينتظر صاحبه أمام محطة القطار. فالحكومة اليابانية خذت الكلب وحنطته وحطته في المتحف الوطني الياباني. وبوفاة هاتشيكو أسدل الستار على أكبر قصة وفاء بين الكلب هاتشيكو وصاحبه.